تواجد حاليا في الجبهة الغربية لمديرية قعطبة بمحافظة الضالع. هذه الجبهة التي تشهد مواجهات مستمرة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي لأكثر من أشهر في هذه المناطق التي تم تحريرها مؤخرا من قبل الجيش الوطني. كما تشاهدون هذه السلسلة الجبلية التي تقع مواقع للجيش الوطني، وأيضا تقع خلفها مواقع ميليشيات الحوثي تحاول لأكثر من مرة شن هجوم على هذه المواقع، وأيضا سلسلة الجبال على منطقة باب غلق وفي اتجاه منطقة مريس. إذا نلتقي هنا بأحد القيادات بأحد قيادات الجيش الوطني في اللواء 83 مدفعية العقيد عبد الكريم شخب، يطلعنا عن سير المواجهات والمعارك في هذه الجبهة. المعارك مستمرة، المعارك ومعنويات المقاومة والجيش الوطني يعني معنويات مرتفعة، والحرب هي كر وفر، لكن نحن في مواصلتنا للسير والتقدم، ونحن كلما مر علينا أيام أو فترة تقدمنا أمام العدو والعدو منهك. إن شاء الله عز وجل نحن في طريقنا ومواصلتنا لتحرير. ما هي الأساليب التي تستخدمها الميليشيات ضد المدنيين في هذه المناطق؟ تستخدم الوسائل اللا أخلاقية، الوسائل التي رفضها الشرع والإسلام والعرف، زرع الألغام التي تسبت إلى بتر أرجل النساء والرجال والأطفال والمواشي، ولا زالت الآن الألغام بالمئات قائمة الآن في الخطوط الأمامية التي تم تحريرها من قبل المقاومة والجيش. إذن كما سمعتم ميليشيات الحوثي تشن قصفا عشوائيا على المدنيين، تزرع الألغام، تزرع العبوات في ظل عدم وجود للمنظمات، في ظل عدم وجود أي عمل للمنظمات العاملة في المجال الإنساني أو أي خدمات مقدمة من السلطات المحلية على أبناء هذه المناطق. محمد مريسي، قناة بلقيس، محافظة الضالع.